ممتاز. نروح لاخبار الممتاز به ونبدا مع نادي لافيينا، حيث يعود محمود الحلواني مدافع الفريق الى صفوفه بعد نهايه ايقافه لتراكم البطاقات وغيابه على لقاء شبان انم، واللي انتهى بفوز الشبان بهدف. وسيعود الحلواني خلال مواجهه الفيوم المقرر لها الخميس المقبل، وسجل اللاعب 5 اهداف مع فريقه خلال مباراه الدوري، ويحتل لافيينا المركز الثاني برصيد 56 نقطه خلفا للجونه المتصدر برصيد 57 نقطه. أكد أشرف ريان المدير الفني لفريق إيسترن كامباني بأن ال4 مباريات المقبلة ستكون تحسين مراكز فقط بعد التعادل الفريق عن صراع الهبوط وعن المنافسة على دوري المحترفين. يحتل إيسترن كامباني المركز 12 برصيد 27 نقطة في المجموعة الثانية، ويستعد الفريق لمواجهة العبور في الجولة 27. على الجانب الاخر، يستعد العبور لمواجهه إيسترن كومباني، حيث اكد علاء سيد المشرف على العام على الكره بنادي العبور بالتركيز في مباراه إيسترن كومباني، نظرا لان إيسترن سيلعب بدون ضغوط وحذر لاعبين من التهاون امامه، ولديهم طبعا امثله زي تعادلهم مع الاعلاميين ومع السكه الحديد، وتم طبعا صرف كل المكافئات اللاعبين نظرا للهدف في المشاركه في دوري المحترفين. ويحتل العبور المركز 9 برصيد 39 نقطه.